بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فلقد أرسل الله عز وجل رسوله ليقوم الناس بالقسط، وأنزل سبحانه وتعالى الكتاب والميزان ليقوم العدل في هذه البشرية. والعدل أساسه توحيد الله سبحانه وتعالى، والظلم أصله الشرك بالله عز وجل، ولذلك كان هو الظلم الأكبر، كما قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. والعدل هو وضع الشيء في موضعه، ولا يلزم من ذلك أن يساوي غيره إلا ما كان مماثلا له، فالله سبحانه وتعالى لا يسوي بين المختلفات ولا يخالف بين المتساويات والمتماثلات، فإنما حكم الشيء حكم نظيره، ذلك من الميزان والقسط الذي أمر الله عز وجل به وأنزله. قال الله سبحانه وتعالى منكرا على المشركين ما كانوا يفعلون من الفواحش من طوافهم بالبيت عراة، مدعين أن الله سبحانه وتعالى أمرهم بذلك، وإنما في حقيقة الأمر هم مقلدون لآبائهم وأجدادهم. قال عز وجل: وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها، قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون، قل أمر ربي بالقسط، وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون، فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة، إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. قل أمر ربي بالقسط، أمر ربي سبحانه وتعالى بالعدل، هو عز وجل جعل كل ما أمر به من العقائد الصحيحة والعبادات الصحيحة والأخلاق السليمة السوية والمعاملات التي شرعها لعباده ونظم الحياة التي جعلها للفرد والأمة، كل ذلك هو العدل. لا عدل إلا في شرع الله سبحانه وتعالى. ولقد جبل الله سبحانه وتعالى عامة الأمم على مدح العدل وعلى ذم الظلم وتقبيحه، ولكن الشأن فيما هو العدل الذي يراه الناس، فإن كثيرا من الناس يرى الشرك بالله هو العدل، وإن منهم من يرى أن مساواة الإيمان بالكفر هو العدل، ومنهم من يرى أن الحرية الإباحية هي العدل. لذلك نقول لا يعرف العدل
بما يراه الناس عدلا، إنما يعرف العدل بما شرع الله عز وجل. قل أمر ربي بالقسط، ولذا كانت إقامة الحقوق والحدود كما شرع الله عز وجل هو العدل. كان جلد الزاني ورجمه وقطع السارق وإقامة القصاص هو العدل، وكان خلاف ذلك من الشرائع الأرضية التي اخترعها الناس بآرائهم من غير مستند من شريعة الله هو الظلم. وإن طبق على الناس جميعا، وإن طبقه من يطبقه بالمساواة دون محاباة لأحد، فإن ذلك هو الظلم لا شك في ذلك. فالعدل هو ما شرعه الله سبحانه وتعالى. وإذا جعل مثلا للذكر مثل حظ الأنثيين فهذا هو العدل، وليس العدل كما يظن البعض أن يسوى بين الذكر والأنثى، فإن الله لم يجعل الذكر كالأنثى كما بين سبحانه وتعالى في كتابه. إذا جعل للذكر مثل حظ الأنثيين في الميراث فهذا هو العدل، إذا فرق سبحانه وتعالى بين الربا وبين البيع فذلك هو العدل. ومن يحاول أن يسوي بين ما فرق الله عز وجل وخالف بينها من الأمور فهو الظالم. لذلك نقول كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ولا ريب أن من رأى أن له أن يحكم بين الناس بما رآه هو عدل دون رجوع إلى شرع الله أنه كافر، وذلك لأنه يستحل ما حرم الله سبحانه وتعالى ويوجب ما لم يوجبه سبحانه وتعالى. فالواجب على الناس أن يرجعوا إلى شرع الله عز وجل وأن يلتزموا بما فيه، فيكون ذلك هو إقامة العدل. قل أمر ربي بالقسط، وأعظم العدل وأوجبه على العباد إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة وتصديق رسله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين واتباعهم على ما جاءوا به، فإن هذا هو الذي به تقوم السماوات والأرض. بالعدل قامت السماوات والأرض، وبالظلم وقع الفساد بما كسبت أيدي الناس. بالعدل يحصل الخير الذي يحبه الله سبحانه وتعالى أن ينتشر، تنتشر البركات في السماء والأرض. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. وقال الله عز وجل عن أهل الكتاب: ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. فالله سبحانه وتعالى جعل هذه الكتب التي أنزلها وهذه الشرائع التي أمر بها رسله أن يبلغوها للناس، جعلها في زمانها رغم ما فيها من الآثار والأغلال، ورغم ما فيها من تحريم بعض الطيبات عقوبة لأقوام في أزمنة معينة، جعل من أقامها يأكل من فوقه ومن تحت رجليه. ولكن الناس يأبون ذلك، فإذا كان هذا في الشرائع التي نسخت فكيف بالشريعة الخالدة الباقية؟ لذا التزام شرع الله سبحانه وتعالى وإقامته في الأرض هو مصلحة الدنيا والدين والآخرة، هو مصلحة العباد في دينهم ودنياهم، في أولاهم وأخراهم، في أفرادهم ومجتمعاتهم. إن العدل هو الذي شرعه الله سبحانه وتعالى، ومن ذلك أن لا يعلو الكفر فوق الإسلام. وأما من يرى أن العدل أن يظل كل فريق من المؤمنين والكافرين في محلته، لا يتدخل الآخر في شأن، لا يتدخل أحدهما في شأن الآخر، وأن ذلك هو العدل، أو أن العدل هو ما اجتمعت عليه الأمم دون دين معين أو مذهب معين، كما يقولون مثلا محكمة العدل الدولية أو نحو ذلك، وإنما يأخذون ذلك من آرائهم وأهوائهم. نقول إن وصف ذلك بالعدل هو خلاف كتاب الله عز وجل وخلاف وحيه سبحانه إلى أنبيائه،
إن القسط الذي أمر الله به هو وحده الذي يعد عدلا، إن شرع الله عز وجل هو العدل، وليس أن كل طائفة تمسك على ما هي عليه دون أن تنظر ودون أن تتدخل في شأن الأخرى حتى بالدعوة إلى الحق والعدل الذي أمر الله عز وجل به. إن هذا ظلم لأجيال من البشرية تنشأ لا تعرف الحق ويحال بينها وبين القسط، ولم تجربه ولم تعش به، فتعيش تعيسة مظلومة ظالمة أيضا كذلك، لأنهم يورثون هذا الظلم للأجيال التي بعدهم بزعم أن هذا ميراث ورثوه عن آبائهم وأجدادهم. لذلك نقول إن ما شرعه الله سبحانه وتعالى هو الذي يجب أن يقام في العالم كله، ولا نعبأ بأن غيرنا يصف شريعتنا بأوصاف غير صحيحة. لا يجوز لمسلم أن يقبل أن يقال عن خلاف شرع الله عز وجل أنه العدل، بل العدل هو شرع الله سبحانه وتعالى، وإن أباه الناس وإن وصفوه بالظلم أو التخلف أو الرجعية أو غير ذلك، إنما شرعه الله سبحانه وتعالى هو الحق والعدل، ولا يقبل مسلم سواه، ولا يرضى بغير دين الله سبحانه وتعالى حكما. أفغير قال الله سبحانه وتعالى أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا. فالمسلم لا يبتغي غير الله عز وجل حكما، لأنه وحده الذي يحكم بالعدل ويأمر بالعدل. ولو تأمل الناظر في شرع الله عز وجل الذي شرعه لهذه الأمة الخاتمة التي هي آخر الأمم وشريعتها آخر الشرائع الباقية إلى يوم القيامة ونبيها آخر الأنبياء، لوجد صور العدل لا تطيق العقول مثلها، وتبهر البصائر والألباب، وتجعل كل ناظر يوقن بأن الله سبحانه وتعالى هو الحكم العدل. قل أمر ربي بالقسط، وأمر سبحانه وتعالى بالاستقامة، فقال وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد، وهذا من أجل أن العبادات أصل الاستقامة، فالاستقامة في الأمور كلها مبنية على الاستقامة في العبادات. إذا أقمت وجهك أي وجهتك، أقيموا وجوهكم أي مقاصدكم وإرادتكم ووجهتكم، أقيموها لله عز وجل، فإقامتها أن تكون على وفق ما شرع الله عز وجل، وادعوه مخلصين له الدين، فهذا شرط الإخلاص، فالاستقامة شرط المتابعة والإخلاص لله سبحانه وتعالى شرط القبول كذلك عند الله عز وجل. الإخلاص والاتباع سبب شروط قبول العبادة، لا يقبل الله عز وجل من أحد صرفا ولا عدلا إلا بالمتابعة لأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، والاستقامة على ما جاء به، والإخلاص لله سبحانه وتعالى. وأقيموا وجوهكم، الاستقامة أن تكون سائرا على وفق ما شرع الله عز وجل، فالله سبحانه وتعالى أمر بالعدل وهذا هو المطلق، وأمرنا أن نستقيم عليه وأن نلتزم به، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لمن سأله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك، قال قل آمنت بالله ثم استقم. قال عز وجل إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. فإقامة الوجه، إقامة الوجهة، إقامة القصد، أن يكون للإنسان صدق في سيره إلى الله عز وجل، يسير مستقيما لا ينحرف يمينا ولا شمالا، ولا يكون له بعض الانحراف في بعض الأوقات
وإنما يسير على طريق واحد مستقيم. ولذا كان سؤال الله عز وجل الصراط المستقيم، هداية الصراط المستقيم، ضرورة لكل إنسان يحتاج أن يسأله كل يوم على الأقل 17 مرة: اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، أي الذي استقام صاحبه إلى الله سبحانه وتعالى. فالصراط المستقيم هو دين الله عز وجل، لأنه وقعت فيه الاستقامة ممن سار عليه. أقيموا وجوهكم، أقيموا وجهتكم عند كل مسجد، وذلك لأن من استقامت صلاته استقام عمله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة، فإذا صلحت صلح سائر عمله، وإذا فسدت فسد سائر عمله. الذي يقيم العبادة وخصوصا الصلاة كما يحب الله سبحانه وتعالى وكما شرع، باتباع رسله الكرام واتباع محمد صلى الله عليه وآله وسلم النبي الخاتم، فعند ذلك يصل إلى الله عز وجل، ويصلح عمله كله، ويصلح سلوكه ومعاملته كذلك. لا تجد من يقيم الصلاة على وجهها كذابا ولا مخلفا للوعد ولا غشاشا، لا تجده مرتشيا ولا تجده ظالما باغيا متعديا، ولا تجده غاصبا للحقوق، ولا تجده مؤذيا لعباد الله، وإنما يقوم بينهم بالعدل وينشر الخير، لأن الله عز وجل قال: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. الله أمرنا أن نقيم الصلاة، أقيموا الصلاة. في المواضع المختلفة من القرآن أمر الله بإقامة الصلاة، وهذا معنى وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد، بأن تجعل نيتك وقصدك لله، وأن تستقيم على ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل موضع تعبد الله عز وجل فيه. ولقد بين صلى الله عليه وآله وسلم، بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الأرض كلها جعلت له مسجدا، فقال: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وذلك إلا ما نهي عنه من أماكن بعينها كالمقبرة مثلا والحمام وغير ذلك من مواضع محدودة من الأرض، لكن الأرض كلها تصلح لأداء العبادة، لأن العبادة في حس المسلم تشمل حياته كلها، لا تقف عند بيوت الله سبحانه وتعالى بعد ذلك يخرج إلى عبودية الشهوات كما يفعل غير المسلمين، وكما يفعل من فتن من المسلمين، عندما يترك المسجد يعود إلى حاله الأول. ليس كذلك، المؤمن يعلم أنه إنما يقيم عبادته في المسجد ليقيم عبادته في البيت، ليقيم سلوكه في الطريق، ليقيم معاملته في العمل، ليقيم أخلاقه الحسنة التي أمره الله عز وجل بها. ولذلك يشمل فهمه للعبادة كل نواحي الحياة، ويقيم دينه كذلك في كل الأمور، لأنه حين أقام صلاته عند ذلك استقام على شرع الله عز وجل كله. الصلاة إقامتها في المساجد سبب لإقامة العدل في الأرض كلها، تعمير بيوت الله سبحانه وتعالى وإقامة الصلاة فيها سبب لنشر القسط ونشر الإيمان في الأرض كلها. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله، فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. لذلك كانت المساجد عند كل مؤمن بيته، بيته الذي يحبه أكثر من بيته، ويسعى إلى تعميره على الدوام، ودائما تتخذ المواقف الكبرى والعظمى في حياة الأمة انطلاقا من المسجد، وفي الصلاة خصوصا. فعطايا ربنا سبحانه وتعالى
لأنبيائه وأوليائه كانت في الصلاة، كانت في المسارد. ولذا كان مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو موضع تحرير العالم في الحقيقة، منه كانت تخرج الغزوات، ومنه كانت تتخذ القرارات. وذلك أن الإنسان أحسن ما يكون عندما يقترب من الله مقيما وجهه مخلصا لربه الدين، فهذا الذي يتم به العدل. فأمر الله عز وجل بالقسط، وبين الأسباب التي يستطيع البشر أن يقيموا القسط بها من إقامة الصلاة، ومن الإخلاص لله، من اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الاستقامة، ومن إخلاص الدين لله. قل أمر ربي بالقسط، وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين. فبهذا يتم صلاح العبد، الإخلاص لله عز وجل الذي أمرت به كل الأمم، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. قال عز وجل: فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. تخلص له الدين أن تجعل الدين خالصا لله سبحانه وتعالى، لا تشرك به شيئا. الإخلاص أن تجعل عبادتك كلها لله، وإرادتك كلها لله، وحبك كله لله، وخوفك كله من الله، ورجاءك كله من الله، وتوكلك كله على الله. لا تخف ولا ترجو ولا تتوكل على سواه، ولا تحب إلا في الله، ولا تبغض إلا من عاد الله سبحانه وتعالى. وبهذا يتحقق الإخلاص، الإخلاص في الدين بأن يفرد الله وحده بالعبادة، وهذا ينقض كل ملة تخالف ملة الإسلام. ومن ادعى الانتساب إلى الدين ثم هو يصحح أي ملة أخرى يعبد فيها غير الله لم يخلص الدين لله عز وجل، بل أشرك بالله سبحانه وتعالى حين صحح ملة غير ملة الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام. قال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ويوم تسمع في زماننا كثيرا، يوم تسمع من يدعو إلى الاعتراف بالملل الباطلة، ما كان منها منسوبا إلى الأنبياء، وما كان منها من اختراع أهل الأرض، ويزعم أن ذلك هو الحضارة والثقافة والمنطق، فإن ذلك من أعظم الخلل وأعظم الظلم وأعظم الكفر، نعوذ بالله من ذلك. إن المسلم يخلص الدين لله، يجعل الدين خالصا لله سبحانه وتعالى، يجعله لله وحده، لا يصرف شيئا من العبادة لغير الله في نفسه، ولا يصحح لأحد من البشر أن يعبد غير الله عز وجل، لا نبيا مرسلا، ولا ملكا مقربا، ولا وليا صالحا. الإخلاص لله سبحانه وتعالى أن نفرد الله عز وجل بالعبادة، وأن نسير على طريق واحد. من يصحح عبادة غير الله سواء كان من ملل أهل الكتاب أو الملل الأرضية، فإن ذلك والعياذ بالله نقض للإيمان من أصله، وتكذيب للقرآن وللرسول عليه الصلاة والسلام. إذا كان اتباع الملل المنسوبة إلى الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين باطل لا شك فيه، فكيف بالملل الأرضية والديانات المخترعة التي يقر أصحابها أنها من صنع البشر وتأليفهم، ويعترفون أن عبادتهم لأربابها الذين وضعوها كبوذا وكونفوشيوس وغيرهم ممن وضعوا هذه الديانات، إنما يعبدونهم لأنهم اخترعوا هذه الديانات، ولأنهم يرون اتباعهم هو اللازم لهم، لا يؤمنون بخالق السماوات والأرض. كيف إذن يكون حال من اعتقد ذلك؟ لا يمكن أن يكون مسلما، ولا يمكن أن يكون مقرا بالقرآن العظيم. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم:
والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا أدخله الله النار. إذا كان هذا في حق هذه الشرائع المنسوخة مع أن أصحابها ينتسبون إلى الأنبياء الذين نحبهم ونصدقهم ونتبعهم في حقيقة الأمر، وذلك لأنهم أمروا باتباع محمد صلى الله عليه وسلم، ولو كانوا أحياء لما وسعهم إلا أن يتبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله أنزل ذلك في التوراة والإنجيل وفي الكتب السماوية كلها. قال عز وجل: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به واتبعوه وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. فهذا شرع الله عز وجل في من تبع الأنبياء، في من زعم اتباع الأنبياء السابقين، ونحن في الحقيقة أتباعهم جميعا وميراثهم عند أمة الإسلام لا عند اليهود ولا عند النصارى. فالمسلمون لا يعترفون بملة غير ملة الإسلام، وإن كان هناك تفاوت في بعض المعاملات بين أهل الكتاب وغيرهم تقريبا لأهل الكتاب إلى الإسلام، ومزيدا من الاختلاط تحقيقا لمزيد الاختلاط بهم من أجل أن يعرفوا حقيقة هذا الدين وأنه الموافق لما جاءت به رسلهم فيتبعون. ومن أجل ذلك جاز نكاح نساء الكتابيات مع كون المسلمة أفضل ولا نزاع في ذلك، وكذلك جاز أكل ذبائح أهل الكتاب إذا سموا عليها اسم الله سبحانه وقاموا بالتذكية الشرعية، وهكذا أجمع العلماء على قبول الجزية منهم بخلاف الملل الأخرى من المشركين إلا المجوس فإنهم يسن بهم سنة أهل الكتاب. فالملل الأخرى فيها نزاع بين العلماء هل يقرون في ديار الإسلام بالجزية أم لا، والصحيح أنهم يقرون كذلك إذ لا إكراه في الدين، ومن أراد أن يختار الكفر فهذا يحاسب عليه عند الله يوم القيامة، وأما في الدنيا فيدفع الجزية ويكون تحت سلطان الإسلام. لكن نقول في الجملة هناك فرق في الأحكام بين اليهود في بعض الأحكام بين اليهود والنصارى وبين ملل المشركين الأخرى، لأجل أنهم عندهم إقرار بالنبوة والرسالة والتوحيد في الجملة، فهم لذلك أقرب قبولا للحق إذا صدقوا وإذا تحروا الحق. لذلك شرع لهم من الأحكام ما قد يختلف عن غيرهم، لكن ليس معنى ذلك أن المسلمين يعترفون بمللهم كطرق يمكن أن تنجي أصحابها، ولا أنها بملل لا يعترفون بها كملل صحيحة، فضلا عن أن يقال أن نعترف بملل أهل الأرض كلها الشركية التي تقوم على عبادة الأوثان، هذا يناقض وادعوه مخلصين له الدين. المسلم يخلص لله عز وجل لا يرضى بأن يعبد غير الله سبحانه وتعالى. وكما ذكرنا كل ملة غير ملة الإسلام ملة باطلة لا تقبل من صاحبها، ولا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا ولا نزاع في ذلك بين المسلمين، وإنما النزاع مع الكفرة والمنافقين الذين يريدون تصويب ملل الكفر وتصحيحها والرضا بها، وذلك من علامات إبائهم لشرع الله وعدم إخلاصهم الدين لله سبحانه وتعالى. قال عز وجل: قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين. العدل، الاستقامة، الإخلاص، بهذا تكون النجاة. قال سبحانه وتعالى:
كما بدأكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. بالعدل والاستقامة على العبادات التي يترتب عليها الاستقامة على غيرها وإخلاص الدين والقصد والإرادة لله وحده يهدى الإنسان وينجو عند الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. هدانا الله سبحانه وتعالى وإياكم إلى سواء السبيل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قوله سبحانه وتعالى كما بدأكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة هو على وجهين عند أهل العلم بالتفسير. الوجه الأول كما أن الله سبحانه وتعالى بدأ خلقكم كذلك هو يبعثكم. كما بدأكم تعودون، فليس إعادة الخلق على الله سبحانه وتعالى بشاق ولا عزيز، وإنما ذلك سهل يسير عليه. هو بدأ الخلق وهو يعيده، وإعادته أهون عليه سبحانه وتعالى، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. فهو سبحانه وتعالى كما بدأنا كذلك يعيدنا. فالإيمان بالبعث من ضمن ما أمر الله عز وجل به، ولا يصح إيمان ولا توحيد إلا بالإيمان بالبعث بعد الموت والعودة للحساب والجزاء كما بدأكم تعودون. وهذا الذي تفرق فيه الناس، فمنهم فريق اهتدى ومنهم فريق ضل. فمن هداه الله ووفقه فهو المهتدي، ومن اتخذ الشياطين أولياء من دون الله فهو الضال. وأما القول الثاني في هذه الآية الكريمة فهو فيه إثبات الإيمان بالقدر، كما بدأكم تعودون فريقا هدى، أي بدأكم فريقين، كما ثبتت الأحاديث الصحيحة أن الله عز وجل قبض قبضة من ظهر آدم بيمينه وقال هؤلاء في الجنة ولا أبالي، وقبض قبضة بشماله أو بيده الأخرى فقال هؤلاء في النار ولا أبالي. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله الصحابة فعلام العمل يا رسول الله، قال على مواقع القدر، وقال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فالله سبحانه وتعالى بدأ الخلق فريقين بحكمته سبحانه وتعالى وعدله، ولم يظلم من أضلهم. وتأمل هذه الآية الكريمة، ستجد فيها من أسرار الإيمان بحكمة الله سبحانه وتعالى وعدله وفضله وقضائه وقدره ما لا تحيط به العقول. قال كما بدأكم تعودون فريقا هدى، فالله عز وجل يمن بالهداية على من يشاء. وأما الذين أضلهم فقد نسب سبحانه وتعالى إليهم فعلهم الذي به أضلهم، فقال وفريقا حق عليهم الضلالة. فهو عز وجل لم يضلهم ظلما منه عز وجل، وإنما بالحق والعدل، لأنهم فعلوا ما يستحقون به الضلال. إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. فدل ذلك على أنهم لم يظلموا، لأن الله سبحانه وتعالى أعطاهم العقل والسمع والبصر والقوة والقدرة والإرادة، وبلغهم دعوة التوحيد على ألسنة الرسل، فأي عذر لهم بعد ذلك؟ وما كتبه الله عز وجل وما قدره قبل خلق هذا العالم لا يعني إلغاء إرادة الإنسان أو إلغاء مسؤوليته عن عمله، كما أنه قدر ولودنا من آبائنا وأمهاتنا لا يعني ذلك إلغاء مسؤولية الأب والأم
أو إلغاء أثر فعلهم في وجود الولد. فكذلك الله سبحانه وتعالى خلق لنا قدرة وخلق لنا إرادة، وبهما خلق أفعالنا، فهو سبحانه وتعالى قدر مقادير الخلائق قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كتب الله مقادير الخلائق قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة وكان عرشه على الماء. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن أول شيء خلقه الله القلم، فقال له اكتب، فقال ما اكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. فهذا يدلنا على سبق القضاء والقدر، ولا يعني ذلك إلغاء مسؤولية الإنسان أو إلغاء عمله. الآية تدلك على الفضل والعدل، فريقا هذا فضله ومنته، وفريقا حق عليهم الضلالة. الضلالة حقت عليهم ووجبت بالحق لا بالظلم، بالعدل منه سبحانه وتعالى. كيف يظن بالله عز وجل أن يظلم وهو الذي أمر بالقسط؟ قال سبحانه وتعالى: إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. الناس يظنون أن من كتب الله عليه الضلالة قبل خلقه فأضله أنه مظلوم، نعوذ بالله، لا يظن ذلك إلا ضال جاهل أو كافر معاند. كيف يظلمه وقد جعل له السمع والبصر والفؤاد؟ ألا ترون الكفار والمجرمين والظالمين يمرحون ويفرحون في الأرض بغير الحق، ويظلمون ويسفكون الدماء بقوتهم وإرادتهم التي خلقها الله لهم، ولا ترونهم مجبرين على ذلك؟ ألا ترى هذا القاتل السافك للدم، المعتدي الظالم، المغتصب، السارق، المرتشي، المرابي، يفعل ذلك بإرادته؟ فأنى له أن يحتج بالقدر، بل حقت عليه الضلالة. لماذا؟ لأنه اتخذ الشياطين أولياء من دون الله ويحسب أنه مهتد، لذلك ليس له عذر في الاحتجاج بالقدر. فريقا هذا منته وفضله، وفريقا حق عليهم الضلالة، هذا عدله. والدليل إنهم اتخذوا الشياطين، فعلوا شيئا استحقوا به ذلك. المنة لله عز وجل في هدايته المؤمنين، الفضل له عز وجل، لولا فضل الله ورحمته لما زكوا ولما اهتدوا ولما نجوا عنده سبحانه وتعالى، ولا أفلحوا في دنياهم وأخراهم. وأما الكفار فحين حرموا من الفضل لم يحرموا من العدل، حين حرموا نعمة الهداية لم يكن ذلك إكراها عليهم، ولا ذلك الجبر الباطل الذي ينسبونه ظلما وعدوانا إلى الله عز وجل، وإنما جعلهم الله يفعلون ما يستحقون به عقوبته سبحانه وتعالى، جعلهم يفعلون بإرادتهم. وجعله إياهم كذلك لا يعني إلغاء إرادتهم ولا إلغاء قدرتهم ولا إلغاء مسؤوليتهم، وإنما هم يفعلون بأن الله جعلهم فاعلين مختارين، جعلهم لهم قدرة وإرادة اختاروا بها ولاية الشيطان. وقد قال عز وجل في الآية قبلها: إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون، وقال هنا إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. لتعرف سر القضية في هذا المقام، الله جعلهم كذلك وهم اتخذوا الشياطين، فهذا فعل الله الجعل، وفعل العبد أنه اتخذ وأنه رضي وأنه تابع الشيطان، اتخذ الشيطان وليا. الله جعل الشياطين أولياء لهم لأنهم لم يؤمنوا حين أعرضوا عن الإيمان بإرادتهم التي خلقها الله لهم، عند ذلك ولاهم الله الشياطين وجعل الشياطين أولياءهم وهم الذين فعلوا ذلك. فكذلك ذكر الله عز وجل فأخرجناهم، ذكر عن فرعون فأخرجناهم من جنات وعيون، ذكر الله إخراجهم
ولا شك أن فرعون قد خرج، فالله أخرجه وفرعون قد خرج هو وجنده، لم يرى نفسه مجبرا على الحركة، وإنما أرسل في المدائن حاشرين، إن هؤلاء لشرذمة قليلون، وإنهم لنا لغائظون، وإنا لجميع حاذرون. كان هذا فعله، خروجه كان بغيا وعدوانا، كان اتباعه لبني إسرائيل ظلما وطغيانا. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا، ففعله هو أنه بغى واعتدى هو وجنوده. وأما المنة فلله عز وجل، وجاوزنا ببني إسرائيل البحر. وهكذا نتعلم الأدب حين ننسب الفضل إلى الله والمنة إليه عز وجل. وأما الظلم والفساد فلمن فعله، لمن رضي به، لمن قام به، لمن بغى على غيره واعتدى ظلما وعدوى. فهكذا كان الجزاء على فعله دون أن يكون مظلوما. وهل من ظالم أشد من فرعون وأمثاله من الكفرة؟ هؤلاء أظلم الناس. أفبعد ما فعلوا من أنواع الفساد والكفر والشرك يقولون ما دخلنا، والقضاء والقدر قد سبق، والضلالة حقت علينا؟ نعم، بالحق حقت عليكم، لا بالظلم، حقت عليكم الضلالة، لأنكم اتخذتم الشياطين أولياء من دون الله. الله جعلهم أولياءكم بأنكم اتخذتموهم، لأنكم فعلتم ورضيتم بموالاتهم ومتابعتهم، وظننتم أنكم مهتدون بأنكم تابعتم الشياطين، والعياذ بالله. وفي هذا دليل على أن من كان يظن نفسه على الحق بسبب إعراضه عما جاءت به الرسل لا ينفعه هذا الظن. فيه أعظم الرد على من يزعم أن كل الكفار لابد وأن يكونوا معاندين، وأن من كان يظن نفسه على الهدى فإنه معذور بذلك. لا، ليس الأمر كما ظننتم، بل ذلك الظن وهو حسبان الاهتداء ومع السير على طريق الكفر والضلال لا ينفع صاحبه شيئا طالما قد قامت عليه الحجة. ففرق بين فهم الحجة وقبولها وبين إقامتها. فليس شرطا أن يكون الإنسان يعلم كعلم فرعون وإبليس أنه على باطل، بل إذا قامت عليه الحجة فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه، فظن نفسه على الهدى ورأى نفسه على الحق، وربما ضحى بنفسه في سبيل ما يراه أنه حق، فإنه ظالم ضال قد جهل جهلا لا يعذر به عند الله سبحانه وتعالى. إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. قال الله عز وجل: ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، فذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. قال عز وجل: قل هل منبئكم بالأخسرين أعمالا، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. قال سعد بن أبي وقاص: نزلت في اليهود والنصارى، فأما اليهود فكفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم، وأما النصارى فكفروا بالجنة فقالوا ليس فيها طعام ولا شراب. رواه البخاري في صحيحه. وهذا يدلنا على أنه لا يلزم أن يكون الإنسان معاندا لكي يكون كافرا، بل الكفار منهم معاند ومنهم جاهل، لكن جهل بعد إقامة الحجة، لكن هذا الجهل الذي لا يعذر به صاحبه بعد أن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها ونسي ما قدمت يداه. فهكذا يكون الحق قد أقيم على الكفار، والعذر قد أزيل ببعثة الرسل وبلوغ الكتب وبلوغ الحجج وإزالة الشبه، وإن كان صاحب الباطل يظن نفسه على الهدى. نسأل الله عز وجل أن يهدينا سواء السبيل. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين،
اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره، واجعل تدميره في تدبيره، واجعل الدائرة عليه يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم فرج كرب المكروبين، وفك أسر المأسورين، وارفع الظلم عن المظلومين. اللهم نجي المستضعفين من المسلمين في كل مكان. ربنا أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، لك مطواعين، لك رهابين، لك مخبتين، إليك أواهين منيبين. تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وثبت حجتنا، وأجب دعوتنا، واهدي قلوبنا، واستدد ألسنتنا، واسلل سخائم صدورنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأقم الصلاة.